نظام إنذار على الموسيقى الصينية. وأظهر أيضا لام لينتينتي بين جيس: أنا على موجاب وقد صادفت الموقف. نحن نشارك عائلة مفيدة للتفكير في كيفية إصلاح الأشياء عندما يتعلق الأمر بالأشياء مثل العملات الأجنبية أو هل ننتقل إلى التأثيرات. أريدك أن ترتدي بعضها الآن باللون الأبيض. سباق النهر في الليل، ثم تعال إلى التفكير في القيام بذلك من نقطة توقف. وبالطبع أريدك أن تكون حبيبي. أوه، يتوقف عن الجانب الأيمن الأمامي. ما نذهب إليه، نأتي من البوابة. ألن تكون مستعدا؟ ماذا أردت؟ كنت أرغب في مساعدتك على القيام بذلك. حق. الآن سأوضح لك كيف تفعل ذلك حتى تحصل عليه في المكان الذي تريده بشكل صحيح. الآن من أجل القيام بذلك، ما نحتاجه لإيقاف هذه والنزول عن الهاتف ونعكس الزيت. ثم ما يتعين علينا القيام به هو أننا نفد. وعلى سطح المكتب الخاص بي من الشاشة الخضراء، لا تقم بإضافتي. لذلك كنت هناك. يمكن أن تكون الشاشة الخضراء طويلة، وأرغب في مجرد مسألة ما سأفعله. التأثير على الشاشة الخضراء الآن. حسناً، سأفعل ذلك بدون أن أساعد أيضاً في مدينة سولت ليك. أريد أن أغطي نفسي بالكامل. تعرف ما عليك القيام به؟ استخدام نوح كرواية. أنا وأذهب إلى القدر بينما تحتاجه. وسوف تصرخ بحاجة إلى القيام به. حسناً، وأبكي مكي في الصف. إذاً ماذا تفعل؟ تفعل ذلك، وبعد ذلك، عندما تصل إلى الجزء الذي تحتاج إلى الثلج عليه. هل لا يزال لديك حتى نهاية العالم مع كتب المساعدة الذاتية؟ أسبوع ساعة روشيل أو كرينا موسيقى عالية. مشكينوت، بداية تلك العملية. هذا هو المكان الذي نريده، أو بعد ذلك مباشرة. فقط أخف قليلا في الوجه، لذلك لم يتم عرض ذلك. ثم اكتشفت حتى النهاية وأرى ما يحدث في الهواء. الآن يجب أن يتوقف هذا قبل ذلك بقليل، لذلك نحن بحاجة للعودة قليلا. البيض لديه حفنة مما كانوا سيتوقفون عنه للتو لهذا الوجه، وستقول أن الأمر يتعلق تقريبا بالدوران من شقتي. لا بد لي من التخلي عن الكلمات المتقاطعة. بقية الهند. مذهل، حصلت على نيويورك، وهذا هو السبب في أنه يمكنك القيام بذلك، ولا أعرف ماذا أفعل بعد ذلك. نظراً لأن إيطاليا تؤثر على جوجل، فإن الحياة على وشك إخبارك باستخدام الصفحة التي اشتريتها مع تأثير كبير عليها. يجب أن يكون لديك ما يكفي من المخارج لتمديد الأداة إلى ما تريده بشكل منتظم حوالي 14 دقائق. لقد حصلوا على هذه الطريقة التي تصلحها. على أي حال، أتمنى أن يكون هذا مفيداً لك، وأتمنى أن تستمتع بجميع مقاطع الفيديو وأن تصل إلى قناتي. لذا من فضلك افعل. وبالتالي، على أي حال، أتمنى لك يوماً سعيداً وعيد ميلاد سعيد أيضاً. شكراً لك.